المساحات المزرعه رز زادت، حضرتك بتقول بتتكلم في مليون فدان، فده الاول المفروض ان احنا حضرتك قلت لي هيبقى في اجراءات رادعه للمخالفه. هي المخالفه ايه الاول؟ المخالفه ان انا سحبت مياه لري ارض غير مقدمه. والعقوبه؟ العقوبه هتكون غرامات فلوس. غرامات فلوس. غرامات فلوس. طب الناس بقى اللي ما وصلت لهاش ميه عملنا ايه؟ ما هي حضرتك المشكله برضو احنا بنتكلم في يعني كميه ميه معينه، سواء يعني ايرادات مصر من الميه ايه؟ 55.5 مليار بيجوا من ميه النيل. حوالي 20 بنجيبهم من مياه الصرف الزراعي وشويه ميه جوفيه على شويه ميه امطار بنستقطبها. استخداماتنا احنا حوالي 114 مليار. شوفي حضرتك الفرق ده يجي منين؟ حوالي 34 مليار متر مكعب. الناس عايزين غذاء. صحيح. بنستورد الغذاء. احنا في لغتنا بقى في الري لما نيجي نترجم الغذاء تم استهلاك كميه ميه قد ايه لانتاج هذا الغذاء، ونحسب كميه الميه اللي دخلت في الغذاء اللي احنا بنستورده نلاقيها ال 34 مليار دي. فانت بتستورد كده ميه بنسميها مياه افتراضيه. التعويض اللي بيجي بيكون كده. انا المزارع اللي فيه واحد غيره حرمه من الميه ده، هتقدري تعوضيه ازاي؟ هتقدري تقسمي كوبايه الميه المحدوده دي على الكل ازاي؟ عشان كده احنا في يعني صرامه وفي اصرار على ان ما يكونش في مخالفات تاني. لا، الناس اللي ما زرعتش دي ما بيتمش تعويضها. الناس اللي ما لقتش ميه تزرع، يعني الجزئيه دي مش داخله عندنا في مش بتبقاش يعني مش بتبقى تبع الري. بس بصي حضرتك احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا الفلاح يوصل له يعني قدر من المياه، شويه ميه معالجه من هنا على شويه ميه من هنا، والدنيا بتمشي بتمشي ما بتقفش. طب هي اول مره وزاره الري تبقى صارمه كده ومتوعده وقادمه في فكره تنفيذ المخالفات؟ اصل المشكله حضرتك الاعتراضات بتبقى قويه جدا في الموضوع ده. بمعنى انا هطبق غرامه على اللي خلفهم وزرع رز، بيبداوا هم برضو الناس بيبقى لها شكاوى وصوتها بيظهر من منابر مختلفه. فيعني يمكن قبل كده كان الموضوع ده بيوقف الحكومه برضو، بتبقى نوع من الهدوء شويه عشان الدنيا تمشي. لكن ما عادش في قدره او رفاهيه دلوقتي ان انت تتعاملي برأفه مع هذا الموضوع. لان حضرتك سالتي سؤال، طب واللي ما وصلوش ميه؟ ما ده مهم. طب برغم ان اللي ما وصلوش ميه ده ممكن يبقى عنده ارض بيزرعها برضو من فترات طويله وعايش عليها. لكن انا هقول هشاور لحضرتك على حته كويسه. احنا الاسبوع اللي فات الوزاره عندنا عملت بروتوكول مع بعض المزارعين في نموذج تجريبي، يعني هو جديد من نوعه هيتعمل في الفيوم ان شاء الله. والمزارعين وقعوا معانا بروتوكول مع الوزاره. الفكره بتاعته ان لو قطعه ارض المزارعين قدروا يجمعوها مع بعضهم، انا ليا فدان فدانين 10، نجمع من 115 ل 200 فدان، هنقدر نطبق عليها اللي هو النظام الري الحديث او الري المطور بشكل معين، ممكن يوفر لنا في استهلاك الميه في الارض دي. فبصراحه الناس اللي في الفيوم عن قناعه قويه جدا قالوا احنا موافقين نجرب الفكره في ارضنا. وجم وقعوا بروتوكول عندنا في الوزاره. مساحه ارض حوالي 12 مزارع لهم حوالي 65 فدان، واثنين تانيين كان عندهم حوالي 114 فدان. فالفكره داخله ان شاء الله دور التجريب، ولو نجحت باذن الله رب العالمين هيتم تعميمها وهتوفر لنا كميات ميه كويسه. يمكن دي علشان الفيوم بدانا بيها اولا الارض منخفضه، الارض بتسمح عندنا ان احنا نشتغل عليها. ثانيا مشاكل نهايات الترع والناس هناك برضو الناس تعبانه عايزه ميه. فان ربنا اكرمنا هنقدر نوفر ميه، وبعدين نعممها في كل المناطق الشكل اللي انتوا قلت عليه، يعني انها تسمح بتطبيق الفكره عندها. طب هو انا بس عايزه اسال سؤال، لاني انا دايما الحقيقه مثلا من سنين طويله قوي، انا افتكر من وانا صغيره يعني من سنين بعيده كنت دايما يعني اقرا في ماده الدراسات الاجتماعيه من وسائل توفير المياه او من الدور المنوط بوزاره الري والزراعه ان هي الري بالرش وليس بالغمر. طبعا، ما هو ده اللي احنا هنتكلم فيه بقى. هو احنا لسه لحد النهارده ما عملناش الري بالرش في كل اراضينا؟ ده سؤال بقى. مش في كله. ما بقول لحضرتك فكره الري الحديث اللي احنا هنشتغل عليها دي ان احنا ننهي فكره الري بالغمر. بقى يعني مساحات قد ايه بتتروي بالغمر لحد دلوقتي يا استاذ حسام؟ لا يمكن ما عنديش الرقم الدقيق يعني بتاعها. لا بال يعني في ناس نسبه كتير تقريبيه شغالة، وده اللي مخلينا نتوجه للزراعات الشرهه
اللي احنا نحجمها شوية زي الرز والموز دي بتضطري عشان المحصول يطلع ان انت بتدي كميات مياه كبيرة بتلجأ للغام فعشان كده بنحاول نحجمها لانه قلت لك مفيش رفاهية مائية. مش معنى كده ان احنا بنخوف الناس بس انا عندي كوباية مياه استخدمها في الاستخدام الامثل ليها صحيح. المنتج اكتر بدل ما اضيعها زي اللي بيقف ياخد شاور مثلا ولا دش ويفتح الدش ويقف تحتيه نص ساعة. لا لو سمحت ادخل بين جسمك خلص اطلع على طول لان في غيرك عايزين كميات الماء التانية. طيب هو دايما انا بقول طبعا ان مسألة زراعة وزارة زراعة ووزارة الموارد المائية والري دايما كنت يعني اعرف ان مثلا محصول الرز ده من المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا لازم نزرع كميات معينة علشان ما نضطر زي ما حضرتك قلت نستورد من الخارج. فيبقى التوجه العام ما الناس تزرع رز عشان الرز يبقى موجود وسعره يقل ويبقى متواجد في الاسواق. بيحصل تعارض ما بين الوزارتين يعني انت عايز هي عايزه تزرع رز عشان توفر بحكم ان هي المنوط بيها توفير المحاصيل الزراعيه، انتوا كوزاره ري عندكم ازمه في الميه خاصه في محصول الرز، يعني عايزه اتكلم عن التنسيق ما بين الوزارتين. لا هو التنسيق قائم وفي لجنه دائمه بين الوزارتين بتشتغل على القصه اللي حضرتك اتكلمتي فيها دي. بس انا كلامي للمشاهد دلوقتي ولو المزارعين سامعاني هم فاهمين كويس ان في محاصيل تانية ممكن تستهلك كميات مية اقل ويكسب فيها اكتر من الرز وتحقق لكم مكسب. لكن انا شخصيا اتكلمت مع مزارعين قبل كده كنت واقف ما يقول لي يعني انا عندي ارض واشتري رز صحيح اشتري ارخص عيبة كبيرة اشتري ارخص صدقني بس ما يعني لا يعني انت بتغيري ثقافة والمساله بتاعت تغيير الثقافه دي بتاخد يسموها لونج تيرم بروسيس طبعا عمليه طويله بتاخد وقت بس هتيجي عشان كده احنا بنقول ان تطبيق القانون في المساله دي هيكون له دور حاسم في التوعيه. القانون وسيله للتوعيه على فكره مش وسيله ان انا احبس، انا بقول مثلا اللي هيقتل هحبسه عشان محدش يقتل صح مش عشان تتحب يعني مش لا وفيها محبس. جزء اخر مجتمعي يعني في مسألة تطبيق القانون ده في واجب مدني ومجتمعي تجاه المواطنين اللي تم الضرر عليهم او وقع الضرر عليهم نتيجة لهذا التصرف ايا كان بقى نوع التصرف. انت حجبت عني مية، قللت ان انا محصولي يتأثر، خليت ارضي تبقى عطشانة بالمعنى المزارعين اللي بيقولوه. وبعدين يا فندم حضرتك الاستهلاك عندنا انت عارفة معدلات الاستهلاك عاملة ازاي، يعني احنا كميات الرز اللي عندنا لو شفنا اللي بيترمى منها قد ايه طبيعي. من كل اسرة هتكتشف ان احنا ممكن نزرع اقل من اللي بنزرعه بكتير ويقضينا. على فكره ده مش في الرز ده في محاصيل كتير يمكن احنا انا اسف اني اقول كده لما بنسافر بره ونعدي جنب صناديق القمامه بنشمش ريحه وحشه صحيح اللي مرمي فيها اوراق ورق وحاجات لكن احنا يمكن من الدول القليله التي ترمي صحيح الاكل يعني. فبيحنا فبتبقى الريحه مش وبالتالي احنا ممكن جدا استهلاكنا يكون اقل من كده بكتير. مفيش مانع اطلاقا ان انت لو هستورد الرز ويبقى عندي محاصيل هتجيب لي برضو عائد من تصديرها، العملية تبادلية والدنيا بتمشي وفقا للمتاح ليا من كميات المية اللي اقدر اوظفها بشكل امثل. تمام. طيب اروح لي مشكلة تانية. احنا دلوقتي خلاص يعني الحمد لله فصل الشتاء هيبدأ، فعندنا مصر اتعرضت في خلال السنوات الماضية لمسألة خطر السيول. وزارة الري استعدت ازاي بقى السنة دي؟ طيب اسمحي لي حضرتك بقى طالما هنتكلم عن السيول وانا بشكركم على ان انتم خصصتوا حلقه طويله زي دي للموضوع ده لان دور الاعلام في القصه دي كبير جدا 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 جدا. ليه؟ دايما انا بقول احنا دوله حديثه العهد بالسيول صحيح. وكنت بسال في الاعداد واحنا بندردش كم مره على مدى حياتك شفت سيل زي اللي حصل في راس غارب؟ ولا مرة ما شفت. لا ولا مرة. لان هو كان سيل برغم احنا كنا عارفين انه ممكن هيحصل سيل ساعات بس مش بالحجم ده مش بكمية المية الخطيرة اللي حصلت ودمرت دي. فنحن دولة حديثة العهد بالسيول، حديثة العهد بثقافة التعامل مع السيول. تمام. ده يخليني ان انا ارجع يعني بشوف كتابات كتير تستحق ان احنا من خلال منبر زي قناة تالتة نوصل المعلومة الصح. في البعض بيعتبر السيول ازمة، كيف سوف نتعامل مع أزمة السيول؟ لا، من دراستي وأنا دارس أزمات وكوارث فترة الأزمة غير الكارثة بشكل مطلق. صحيح. الأزمة ده حدث لو أنا استعديت ليه كويس أقدر أمنعه. صح. أقدر أمنعه. ده أنا أقدر أمنعه، خليني أقدر أمنع الأزمة قبل ما تحصل.
ممكن لو حصلت وانا مستعد اقلل اثارها لاقصى درجه. صحيح. لكن المهم في كلامي ان انا اقدر امنعها. صح. لكن هل اقدر امنع السيل؟ لا طبعا. لا، السيل ده كارثه طبيعيه وبتصنف من اخطر، ثالث اخطر كارثه على مستوى الكوارث الطبيعيه. صح. يعني الاعاصير والزلازل والبراكين والسيول. فانا بتعامل مع ظاهره طبيعيه ما اقدرش امنعها، ولكن وفقا للعلم والتكنولوجيا والامكانيات المتاحه بحاول ان انا اقلل اضرار. ليه بنقول كده؟ علشان ما نجيش لو حصل سيول ان احنا نقول ازاي حصل اضرار. لا، هيبقى في اضرار، بس احنا نبدا نقارن الاضرار اللي بتحصل بالاضرار اللي حصلت. صحيح. وافهم ان في جهود اتعملت وقللت. وقلنا السنه اللي فاتت كده برضه ايام صغير، قلنا لو ما كانش في استعداد كانت هتبقى يعني دمار اكبر من كده بكتير. بس طبعا زي ما قلت لحضرتك ثقافه التعامل مع السيول عندنا، لا هي الناس اتخضت طبعا، دلوقتي الناس بدات تعرف في سدود وبحيرات صناعيه ومخرات سيول، بقت الكلمه دارجة على ودن الناس. والمهم جدا في دور الاعلام ده ان هو يوصل للناس. يمكن طلبت من الاعداد ان انا في النهايه ان شاء الله اقول شويه نصايح، والنصايح دي محتاجين ان شاء الله في كافه البرامج التلفزيونيه في الفتره الجايه. يعني اكتر ما بنستضيف مسؤول يتكلم عن الاستعدادات، انا عايز الناس تعرف تعمل ايه لو حصل سيل. طبعا ده شيء مهم، وسيل شديد. اولا حضرتك قلنا دي كارثه ما اقدرش امنعها. السيل زي ما بيعبروا عنه باسلوب ادبي، يبدا معركته وقتما يشاء وينهيها وقتما يشاء. صحيح. ماليش دخل في القصه دي خالص. طيب تاني حاجه عايز اقولها لحضرتك ايه؟ السيل بيختلف تماما عن الفيضان. لقيت ناس بيقولوا احنا ليه ما نستفيدش من ميه السيول؟ ما المصريين طول عمرهم بيستفيدوا من ميه السيول. لا، انت بتخلط بين الفيضان والسيول. الفيضان كان بيجي زمان، والمصريين كانوا الفيضان ده بيجي برفع ايدي بسيبه يطلع يغرق يغطي، بعد كده ينطلق للبحر يرمي نفسه في احضان البحر المتوسط، وبيكونوا مقسمين اراضيهم ويبداوا يزرعوا. ده كان اللي هو نظام الري، نسيت اسمه الري. ده كان اعياد، كان عيد اساسا. الفيضان ده كان بيبقى عيد. دلوقتي احنا عندنا الري الدائم، مش نظام الري القديم. الري الدائم ربنا اكرمنا وبقى عندنا سد عالي وفي ميه متخزنه، عندنا ميه كل يوم. دي السد العالي خلق ثقافه ثانيه خالص مائيه عندنا. يعني زمان كانت الناس بتبقى قاعده في مصر مستنيه، وده يمكن ايام فيلم ابن النيل وكده، قاعد الميه جت وغرقت بعرف ان الفيضان عالي، الميه جت ومشيت بالراحه بعرف ان الفيضان هادي. مفيش ميه خالص بعرف مفيش فيضان. لكن حضرتك، انا وحضرتك طلعنا بقى شفنا ايه؟ ميه موجوده. الميه على طول قدامي، ومنسوبها ما باخدش بالي طلع ولا نزل. صحيح. قوي غير اللي بيدقق او عايز يبص. اللي فاهم. فالسد العالي خلق لي ثقافه استدامه رؤيه الميه قدام عيني، وبالتالي بقول فين الميه ما وصلتنيش ليه؟ الفيضان جه شويه السنه دي، عندي الحصاله بتاعتي. صحيح. فيها شويه الميه بتوعي والدنيا بتمشي. فاحنا نفهم ان احنا الكارثه بتاعت السيول غير الفيضان خالص. السيول دي عباره عن امطار غزيره بتحصل، ومش في اي مكان اقدر اقول سيول. اذا الامطار الغزيره دي سقطت في على مرتفعات، على مرتفعات جبال، وبدات تنزل بانحدارها بقى الشديد، محمله بالرمال، محمله بالصخور اللي بتقابلها في سكتها، بيسموها احيانا اسلحه الدمار الشامل بتاعت السيل. صحيح. تنزل محمله ده كله للمناطق المنخفضه. المناطق المنخفضه دي نظرا لان احنا برضو ما عندناش ثقافه التعامل مع السيل، ده ما حصلتش بالاشكال دي قبل كده. في ناس على مدى الفترات الماضيه عملوا بيوت وقعدوا. صح. ما هو الدنيا امان. صح. فبدا يحصل مشاكل لما بدا يحصل امطار غزيره وسيول، ان الناس بدات تلاقي مشاكل كبيره زي ما حصل في راس غارب. زمان زي ما حصل في منشيه ناصر. صحيح. نبدا نشوف بقى ايه اشكال من الاعداء بتاع الطبيعه مش متعودين عليها. ما شفتش ده قبل كده. ده هينقلنا لفكره ان انا لما بتعامل مع السيل افهم ان هو كارثه طبيعيه. يجب ان احنا بنبذل اقصى جهد لحدوث اقل اضرار ممكنه. طب هل احنا عندنا توقع للاماكن اللي ممكن يحصل فيها؟ يعني طبعا الاماكن اللي حصل فيها قبل كده دي معروفه انها ممكن تبقى اماكن تتعرض لسيول، لكن هل عندنا في الخريطه بتاعتنا توقعات ان المكان ده او النقاط دي ممكن يكون فيها سيول؟ ده ومن فتره، مش من دلوقتي. يعني مش لما حصل راس غارب بدانا نستعد. لا، يعني احنا عندنا الجبال، عندنا فين؟ منطقه البحر الاحمر. جنوب سيناء تحديدا. صحيح. دي المناطق اللي فيها جبال، ممكن في الصعيد هنلاقي، وبالتالي دي فيها من فترات طويلة بحيرات صناعية. جنوب سيناء دي لوحدها فيها اعتقد 150 او اكتر بحيرة صناعية لاستيعاب مياه الامطار. كده يعني اللي حصل في راس غارب ده كان من المفترض ان فيه بحيرات صناعية موجودة تستوعب سيل لو حصل؟ احنا بقول لحضرتك عندنا في جنوب سيناء
حوالي 150 بحيرة باتساعات مختلفة، في اللي يستوعب مليون او اكتر. امال ايه اللي حصل بقى يا فندم؟ ان السيل كان اشد من المتوقع، اشد من استعدادك. لسه كنت بتكلم برضو مع صديق بره، بقول له انا متعود ادخل كل يوم الاستوديو واحد صاحبي يقول لي صباح الخير ويخبطني على ظهري. لا، انا لقيت واحد فيهم بيقول لي صباح الخير وراح ضاربني بحته حديد على ظهري. فمش مستعد للخطه القويه دي، عملت كده مش الشيء اللي انا متعود عليها كل يوم. صحيح. فكانت اشد من المتوقع بمراحل يعني، لكن الاستعدادات للسيول دي موجوده من سنين عندنا يعني. طب احنا بقى عدلنا استعداداتنا على الشكل اللي جه ونتوقع انه ممكن يكون في اكتر ولا لا؟ لها ميزان. ازاي؟ ازاي حضرتك؟ انا ببص على السيول اللي حصلت لي على المدى السنين اللي فاتت وابدا استعد. احنا غالبا دلوقتي استعداداتنا لاقصى سيل ممكن يكون حصل مثلا على مدار 100 سنه. اللي هو راس غير. ايه اقصى حاجه حصلت؟ ده كان اقصى حاجه حصلت لنا. فانا بدات استعد للسيل اللي ممكن يحصل بالقدر ده. تمام؟ ربنا ان شاء الله يعدي على خير. يا رب. ونقدر ان احنا نستفيد. لان استعدادات الوزاره للقصه دي بتشمل حاجات. ممكن حد تقول لي الله ده الكلام ده جميل. يعني انا مش مجرد ان انا واقف بقول له استنى انا ما تضرنيش. لا، انا بعمل له سدود اسمها سدود اعاقه، بصده. في حاجه اسمها سدود توجيه. في عندنا دراسات بتحصل يا ترى المنطقه اللي ممكن يحصل فيها سيول. ايه اقرب خزان مياه جوفيه؟ للناس اللي بتسال هنستفيد ولا مش هنستفيد من المياه دي؟ وابدا اعمل سدود توجيه للمياه دي انها تعمل لي تغذيه للخزان. المياه دي اخزنها تغذي لي الخزان الجوفي. اقدر اسحب منه بعد كده واشتغل. تمام. البحيرات الصناعيه بقول لحضرتك باتساعات مختلفه بنشوف المناطق، بنشوف السكان في المناطق دي عامله ازاي. ممكن نعمل بحيرات ونوجه لها الميه بحيث مثلا العدد السكان مش كبير، ممكن تستوعب مثلا ايه 100 متر مكعب من الميه تكفي. في منطقه تانية ممكن تخزن مليون او اكتر بكتير من كده برضو. كلمه مليون متر مكعب عندنا دي حاجه يعني مش كبيره قوي في الميه، بس في المنطقه دي ممكن هتبقى كميه كويسه تسمح لهم ان هم ممكن يقيموا عليها زراعات موسميه على فكره، يستخدموها في مياه الشرب، قضاء احتياجاتهم الاستعمال الشخصي للمية. فكل ده شغال من فترة طويلة، بس هو المقارنة دايما راس غارب. صح. فراس غارب لازم نفهم ان كان شيء بنقيس عليه دلوقتي، بقى بنقيس عليه في استعداداتنا ان هو كان شيء لا شاذ عن القاعدة بالنسبة لنا. طيب يعني جزء خاص حضراتكم بتقوموا بيه، واعتقد من كلامك كده وصلني ان في استعدادات ان شاء الله موجوده على الارض، وفي دراسه جيده ان انا كمان استعد ان انا بس مش يعني احاول اقلل من المخاطر، لا، واحاول ان انا اوجه واستفيد بقدر الامكان من. طب لو ظهر بقى مناطق جديده برضو احب اشاور لحضرتك على الحته دي. احنا عرفنا ان السيول اللي هي بتحصل على الجبال. تمام. ميه بتنزل زي ما شرحتها. تمام. فاحنا في المناطق عندنا اللي فيها جبال، يعني محافظه البحر الاحمر، محافظه جنوب سيناء، لا في استعدادات. تمام. كل المحافظات اللي فيها جبال فيها استعدادات، من سدود ترابيه لسدود اعاقه لسدود توجيه لبحيرات صناعيه، في شغل في كل المحافظات دي. تمام. طب لو قلنا اسكندريه واللي حصل فيها مطر بزياده، كنت لسه هقول لو مطر بزياده. برافو على فكره بقى، انا بشكرك لان ده اول مذيعه تعبر لي عن اللي حصل في اسكندريه صح بدون مجامله. وانا دايما بقول ان يا جماعه اللي حصل في اسكندريه لو طبقنا تعريف السيل، لا مش سيل، يبقى مش سيل. لا مش سيل طبعا، علميا ما هو السيل. برافو عليك، مش سيل. اللي حصل كانت امطار غزيره. صحيح. ولم يتم تصريفها. صح. بشكل مناسب. صح. شوارعنا وطرقنا ما كانتش مهيئه ده. لكن الاستعدادات برضو في المحافظات بقى اللي مش هنقول على الامطار الغزيره فيها سيول، فيها استعدادات برضو. فيها استعدادات من جانب الري واستعدادات من جانب المحافظات نفسها. بس في فرق ما بين الاثنين، اسمح لي برضو. يعني المطر بزياده احنا بنعتبره والفلاحين ده خير، فممكن ان انا استفيد من هذا المطر او من الميه الزايده في ان انا اروي للناس اللي الرز زرعوا رز وما خدوش. صحيح. لكن السيل ده مش عارف، يعني بقدر الامكان نتيجه طبعا لاسلحه التدمير بنحاول بس يعني معالجته هتبقى، لكن الاسهل هو مياه الامطار بزياده. جميل، برافو عليكي تاني. الامطار دي لما هتسقط على الارض الزراعيه اللي فيها زرع خلاص شكرا. بس في محافظات ما كانش فيها لها اراضي زراعيه. جميل. انا دلوقتي عندي الخيال بتاعك ممكن يوديكي لفين، هستفيد بيها ازاي دي نازله
يا اما ارض واتزرعت يا اما الميه دي اللي عندي هتنزل واستقطبها. صحيح. احنا بقى من اجراءاتنا الاحترازيه استعدادا لموسم السيول حضرتك عارفه شبكه الترع والمصارف بتاعتنا يمكن المعلومه دي جديده ان هي بتوصل اطوالها ل 55 الف كيلو متر. شبكه كبيره جدا. فاحنا بنيجي قبل موسم السيول وده بدانا فيه فعلا منسوب الميه ننزله. فلما المنسوب هينزل يعني بنيجي عند بحيره مصر وقفلي شويه نزل المنسوب شويه تبدا بقى سيول امطار تبدا تنزل فين وتتوجه لفين للشبكه اللي هي مساحتها فظيعه دي. ويبدا منسوب الميه نستفيد بيه ان هو هيبدا يعلى من ميه السيول. فيبدا الناس يشتغلوا ووفرت الميه اللي كانت هتطلع عندي في الحصاله بتاعتي اللي هي بحيره مصر. جميل. طب خليني بقى احنا ايام ما الزلزال حصل في التسعينات الناس ما كانتش عارفه يعني ايه زلزال وبدانا الدنيا وبعدين بدانا نقول تعليمات والله يا جماعه لما يحصل زلزال اللي انزلوا مش عارفه تحت ترابيزه ما تحاولوش ان انتوا تنزلوا للشوارع يبقى في يعني كان في تعليمات كده متبعه ان لو لا قدر الله حصل مثل هذا الزلزال مره اخرى ناس بقى المعرضه في اماكنها ومعرفش انا هل من الممكن ولا ده يبقى تخويف ان الناس نفسها تعرف يعني انا مثلا لو محافظه زي مثلا البحر الاحمر معرضه انا يتقال ان محافظه يعني ينزل كده خريطه ببعض المحافظات التي قد تكون معرفش ممكن ده المواطن يستقبلها ازاي بس لازم ابقى عارف الواقع اللي انا عايش فيها مش كده يعني انا رايي لو استعديت مش هيحصل مشكله. صحيح انا رايي ان انا لازم استعد بس هو ده دور يمكن دي بقى ان شاء الله نتكلم عنها بعد شويه اللي هي دور الجهات المعنيه لان الخطه القوميه لاداره كارثه بيسموها كده خطه قوميه لاداره كارثه السيول والحد من مخاطرها دي داخل فيها حوالي 30 جهه. ياه طبعا انا هتكلم مع حضرتك في استفاضه عنها ومن ضمن ال 30 جهه في جهه بنقول المحافظات لما نفردها شوفي كم محافظه هتشتغل. طب مش شايف ان وجود جهات كتيره كده ممكن تقلل من فرص النجاح يعني انا اطلاقا يعني إطلاقاً. التنسيق ما بين هذه الجهات لا لما هكلم حضرتك عنها بس انا قبل ما انسى لان مهم جدا مساله دور الاعلام واشكرك ان انت الحته دي فكرتيني بيها قبل ما الحلقه تخلص مننا. اتفضل. بعض التعليمات اللي نتمنى ان المشاهدين ياخدوا بالهم منها دول الناس اللي بيسمعونا اللي ممكن يكون او يحصل عندهم سيل فيعملوا ده يعني اول حاجه لازم ناخد بالنا منها ان انا لازم اتابع النشره الجويه كل يوم طالما بدانا موسم سيول لازم اتابع النشره الجويه يوميا اللي بتصدر عن هيئه الارصاد الجويه واعرف احتمالات ايه. والله انا من الناس اللي بتابعها من اول ما الشتاء بيبدا عشان اعرف في مطر مهم جدا والجو عامل ازاي وهنمشي الصبح نعمل ايه يعني انا شخصيا ببقى مهتمه ان انا اتابعها. برافو عليكي واحنا في الموسم ده اتمنى كل المشاهدين وبخاصه اللي حضرتك اشرت اليهم اللي في محافظات فيها مناطق مرتفعه يعني في احتمال ممكن يبقى في امطار غزيره وسيول لازم اخد بالي من المساله دي مش اخسر حاجه اما اتابع النشره الجويه اعرف ايه الدنيا بيحصل فيها ايه. صحيح. حاجه ثانيه مهمه جدا لو انا دلوقتي موجود في منطقه وعرفت ان المنطقه دي ممكن يحصل فيها سيول ببساطه جدا انا الاهم فالمهم ببص عندي في شقتي ايه الحاجات المهمه اللي لو حصل ان انت خلاص بنيت بيتك في منطقه ممكن يحصل لو حصل سيل انت هتضرر ومش عارف يعني مش انت مش عارف تطلع منها. افرض الامطار نزلت ودخلت على الدور الارضي اللي انت فيه ابقى عارف حاجتي المهمه فين ومحضرها في ذهني كده واول ما تبدا تحصل مشكله ابدا المها واطلع بيها حتى لو عند جاري في الدور اللي فوق اللي مش هتوصل له بقى ميه سيول. انقذ ما يمكن انقاذه من اشيائك المهمه. مفيش مانع اطلاقا يكون عندي ادوات اسعافات اوليه عندي في البيت بسيطه جدا وزمان يعني اهالينا كلنا كان عندهم الاجزخانه الصغنطوطه الاجزخانه الصغنطوطه في اوضه النوم صح. وفيها شويه حاجات كده شاشه بتاع احنا مش بنقول حاجه وحشه هتحصل بس ما فيش مانع يكون عندي الاستعداد للازمه افضل كتير من انتظار وقوعها. صحيح. في حاجه مهمه برضو كمان ان انا اجري بسرعه زي لما بيكون اشم ريحه غاز اول حاجه بعملها ايه في البيت اجري اقفل محبس الميه اقفل الانبوبه لو عندي غاز بقفل المحبس اقفل الكهرباء الكهرباء عن البيت انا بحسب نقفل محبس الميه وكهرباء مشكله تمام في سيول وانا عارف ان ممكن في مكان يحصل فيه عندي مشكله اجري بسرعه افصل طريق الكهرباء عن الشقه اللي انت فيها. تمام. في ايه كمان يا ستي نقول هواه التصوير والسيلفي ممكن جدا بجد مع السيل انا بقول له هو عشان هو مش عشان حد تاني
ما تعرفش مثلا ان في مشكله سيل جه جديد وفي منطقه حصل فيها مشكله ولا في غرق وتقول هروح اصورها عشان انزلها على اليوتيوب. ما تروحش، انا بقول لك ما تتوجهش للمنطقه اللي انت عارف ان فيها مشكله، ابعد عنها على قد ما تقدر. واللي سايق عربيه وعارف ان في يبعد بعربيته بسرعه عن المكان ده. تمام. يعني انا مش عايز اطول في ده، انا في لسته كبيره اتمنى من كل وسائل الاعلام في الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين ان هم يعني يجيبوها من على الانترنت. وكل فتره ولو هنعرضها بصوت مش هنخسر حاجه ابدا، مش هتاخد دقيقه والله العظيم على الشاشه علشان الناس بس. طب وزاره الري ما بتعملش ده ليه وتبعته لوسائل الاعلام؟ اوعد حضرتك ان انا اعمله وابعته لكل وسائل الاعلام، بس ان انت كل شويه تنزليه. لا 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 حضرتك على فكره الناس. يعني احنا هنتكلم عن التلفزيون المصري لما بيبقى فيه تنويهات خاصه بفيروس انفلونزا معين خاصه لا بيتم التنويه مباشره عنها، فلا احنا محتاجين وزاره الري المصري تبعت في احنا نذيع فورا نعملها عن الترشيد او ترشيد الاستهلاك بنذاعها. لا ده مباشره يعني بنشوفها الصبح بدري يعني موجوده على التلفزيون فعلا. طيب سؤال اخير وسريعا علشان يعني انا وقتي خلص بسرعه قوي. حضرتك كنت بتتكلم عن الخطه. الخطه اتفضل سريعا كده. الخطه بنقدر نفهم منها ايه؟ ان الدوله في دماغها موضوع السيول ومش ناسياه، فاتعمل خطه ومتقسمه ثلاث مراحل ومحدد الجهات المعنيه بهذه الخطه. زي ما قلت حضرتك حوالي 30 جهه. تمام. او تحديدا 30 جهه فيهم جهه واحده محافظات. صحيح. بنحدد لكل جهة مسؤوليتها على ثلاث مراحل، مرحلة ما قبل الحدث المفروض أعمل إيه أستعد بإيه، مرحلة مواجهة الحدث نفسه، مرحلة ما بعد الحدث اللي هي تبقى غالبا نسميها الدروس المستفادة، ومرحلة التوازن. طيب أنا عندي كل الجهات طبعا وفيهم الري، فيهم الكهرباء، فيهم الزراعة، فيهم البترول، الصحة، البيئة، الدفاع، الداخلية، بنوك الدم. صح. الأزهر والكنيسة، الجامعات الأهلية، القطاع الخاص، كل الجهات دي محدد لها مهام تعملها في المراحل الثلاثه. طب يعني ايه مثلا؟ ايه مثلا الشرطه ممكن هيكون ايه؟ ايه اللي دخل الشرطه في السيول؟ لا ده الشرطه دي مفروض لها ثلاث صفحات ويعني ربنا يعينهم، مهام خطيره جدا. طبعا. لازم افهم لما يحصل مثلا حادث زي السيول ده هوت ممكن يحصل شغب. صحيح. ممكن يحصل سرقات. صحيح. الشرطه بتقوم بمهمه الحفاظ على المجتمع في القصه والدفاع المدني. الدفاع المدني، المطافي. المطافي. تمام؟ البحث الجنائي. لو حصل وفيات. لا موضوع طبعا. كبير بتقوم بيه الداخليه. وزاره الدفاع بامكانياتها زي ما قلت قبل كده من العربيه للطياره. صحيح. بتبقى جاهزه. وزاره الصحه. وزارة الازهر الدور التوعوي. طبعا. الازهر والكنيسه. طبعا الاذاعه والتلفزيون الاعلام اللي احنا قلناها من شويه هنزل لكم البيانات واللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله الفتره اللي جايه. بنوك الدم، الهلال الاحمر، ازاي وزاره الصحه ان انا لما يحصل مشكله والمستشفيات الحكوميه غير قادره على استيعاب الحالات مثلا المستشفيات الخاصه بيكون منبه لها تفتح ابوابها وتبذل العنايه الواجبه مع الحالات الى ان يتم نقلها للمستشفيات الحكوميه. تمام. سيارات الاسعاف. ازاي ابقى عارف موجوده فين وعددها قد ايه، حصل مشكله في المحافظه دي والقدره الاستيعابيه بتاعتها مثلا في العربيات الاسعاف مش قادره، اقرب محافظه هتبدا تتحرك تاني. يعني الموضوع موجود والتنسيق موجود. احنا عاملين بقالنا شهور ما يعرف بغرفة عمليات السيول. تمام. الادمن بتاعها من عندنا من الري، بتضم يمكن اكتر من 200 مسؤول من كل المحافظات. التمام بتاعنا عايز اقول لحظي. يعني لما اوري حضرتك بعد ما اخلص هفتح لك الجروب بتاع الواتس لان التواصل عليه اسهل بكتير. طبعا. مثلا تمام الامطار ايه، حضرتك تلاقي كل محافظه داخله المسؤول بتاعها بيرد. حصل عندي امطار خفيفه لمده 5 دقائق من الساعه كذا للساعه كذا وتوقفت. في عندي سحب متراكمه ممكن يحصل. الحاله عندي مستقره، الحاله عندي مش عارف ايه، في البحيره يعني كذا، يعني في متابعه على درجه الاستعداد. واحنا عندنا في مركز تنبؤ في الوزاره بيعمل نماذج تنبؤ، خرائط مبسطه الاماكن المحتمل سقوط الامطار عليها لمده 3 ايام جايين. يمكن هو شغلنا مش زي الارصاد طبعا. شغلنا بس يعني بنبص الامطار اللي ممكن تبقى فين عشان نعرف ممكن تنزل فين ونقدر نستفيد منها ازاي على الارض. لكن متداوله بين المسؤولين كلهم على الجروب بتاعنا. طب كويس. تمام.
متابعه لحظيه. اللي قادر اقوله في الاخر احنا يعني الحمد لله بقلب امن ومطمئن في استعداد قوي، لان انا ببقى نايم واصحى على الرنه لازم اعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ يعني اتمنى يا رب ربنا يعينكم ان لو لا قدر الله حصل نبقى بالاستعداد ده وما يحصلش لحظه الارتباك اقل اضرار اللي تخلينا ان شاء الله باذن الله يعني نقدر ان احنا نواجه هذه الازمات. ودي ازمه طبيعيه او كارثه طبيعيه، لا دخل لا الدوله ولا المسؤول مش مسؤول اللي بيأثر في السيل بيحصل، بس نتمنى يبقى في تفادي للمخاطر. دول كتير بتتعرض لمثل هذه الكوارث الطبيعيه. دكتور حسام الامام المتحدث الرسمي لوزاره الموارد المائيه والري، بشكر حضرتك جدا، شرفتني ونورتني. سعيد جدا بلقائي معاكم. حضرتك نورتني النهارده يا فندم، ان شاء الله يبقى لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. مشاهدينا الكرام، حاولنا يعني نوصل لحضراتكم بعض المعلومات عن كارثة طبيعية قد تحدث إن شاء الله. ربنا يا رب ما يجيبش أي حاجة وحشة لأي مواطن ولا لأي محافظة ولا لأي مكان، بس لو لا قدر الله حصل حاولنا احنا نقول إن في ناس بتشتغل في إدارة لهذه الأزمة موجودة. ربما في المرة الأولى لم يكن هناك توقع أن يكون هذا الحجم أو هذا الضرر. السنة دي أعتقد إن احنا مستعدين زي ما سمعنا بشكل كافي. بنتمنى يا رب ان لو لا قدر الله حصل ده يبقى عندنا مواجهه حقيقيه على ارض الواقع. بشكركم جدا، باكد دايما ان المواطن المصري مواطن مصري واعي، بنعول على وعيه وعلى ثقافته في مواجهه اي تحديات او اي ازمات، سواء بقى ازمات موجوده عندنا او ازمات من فعل الطبيعه. بشكر حضراتكم واشوفكم يوم الثلاث الجاي وحلقه جديده بكره ان شاء الله، اسره جديده من العاصمه والناس. شكرا لكم والى اللقاء.